السلام عليكم يا جماعه، ورجعنا لحضراتكم من جديد. لو عندنا راس زي ديت اللي هي الماتريكس او الاكس 7 اللي هي الشاشه الاضاءه الكبيره، عاوز ابرمجها. تعالى نعرفكم ازاي نفتح البرمجه بتاعتها وازاي نبرمجها. بس انا عندي هنا الراس ديت يا جماعه لازم توصل في الشاسيه في الطبليه بتاعتها. احنا هنعرفكم على الراس، هي تركب على اي طبليه وتبرمج على اي طبليه زي ما هبرمجك دلوقتي. انا بشغل الجهاز ما هو من الزرار اللي هو من تحت الاحمر ده، ضغطت عليه اهوت، الميزان هيبدا يعد معايا ويصفر، بيصفر معايا كده زي ما هو ظاهر. انا حبيت ابرمجه، شفت اول زرارين دهوت اللي هو مكتوب عليه كلير والاف والاف ده، بضغط عليهم الاثنين مع بعض كده يديني زي ما هو ظاهر بي وثلاث اصفار. برجع بعد كده بتك على الزيرو، على الزيرو ده بكتب واحد، واطلع على الزرار اللي فوق التير اكتب زيرو، وارجع تاني اكتب على الزيرو واحد، بطلع على التير احط زيرو، وبعد كده برجع على الزيرو اكتب واحد زي ما هو ظاهر، وبعد كده بتك هولد. بيديني هنا حساسه الميزان، عاوزها 50 جرام، عاوزها 100 جرام، عاوزها 200 جرام، على حسب، عاوزها 10 جرام براحتي برضو. بقوم جاي كاتب مثلا الحساسه بتاعتي، لو انا عاوز اغيرها بغيرها من هنا اخليها 50 جرام، بتكه هولد. هنا العلامه العشريه عاوزهم علامه عشريه، يعني بعد ال 20 كيلو، يعني مثلا لو بوزن كيلو تديني كيلو ونقطه واصفار، ولا لو بوزن 20 كيلو ونص تديني 20 ونقطه واصفار، ولا 20 ونص دايركت ورا بعض، ونخليها نقطه الفيصله اللي هي العلامه العشريه، بخليها 2، بعملها كده بقعد اضغط اخليها 2، بتكه هولد. بعد كده بيديني الحموله القصوى بتاعه الطبليه اللي المسموح اللي انا عاوز اوزن عليها. الحموله مثلا نخليها مثلا نص طن او 600 او 700 على حسب. بقوم جاي عامل مثلا اهوت متكه نص طن مثلا، وبطلع على التير اللي هو فوق ده بتكه واحد صفر وكمان صفر وكمان صفر وكمان صفر وكمان صفر، معايا كده 500 كيلو يعني نص طن. بعد كده بستخدم الهولد ده بتكه تير هيديني نو لود زي كده، وبعد كده بقوم جاي متكه برضو هولد ااكد فاداني اللي هي اللود. بحط المعيار بتاع ايا كان المعيار الوزن بتاعي بحطه، وبعد ما بحط المعيار نفترض حتى انا وزنه 20 كيلو، بعد كده بتكه هولد هيقعد يعد معايا ارقام زي ما هو عد كده. بقوم جاي ضاغط بعد ما يعد الارقام دي بضغط هولد وبنزل على الزيرو، اقوم جاي كاتب مثلا وزني 20 كيلو 2 و3 اصفار زي ما هو ظاهر كده. بعد كده بتك هولد هيديني حاجه زي كده، بضغط عليها هولد واتك كمان هولد واتك هولد، اصبح معايا هيظهر معايا وزن ال 20 كيلو موجود على الراس والميزانه. بس انا حبيت اعمل الفكره ديت اللي هي من الراس، ليه؟ لان مع الشاسيه بدل ما نجيبه شاسيه ولسه هنوصل الوصله، فانا حبيت ان انا اشارككم براس زي ديت تقدر تبرمجها ازاي للعملاء بتاعنا كمان اللي هم واخدينها، يقدروا يبرمجوها ازاي من غير ما يجوا لنا عشان نبرمجها لكم. كده احنا شرحنا كيفيه البرمجه الميزانه، ونشوفكم ان شاء الله على خير في حلقه جديده يا شباب.